بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن سماحية القدرة المنتجة من اللوح الشمسي أو من الموديول الشمسي اللي احنا بنسميها التوليرانس. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، من أحد الحاجات الهامة جدا اللي بتبقى مكتوبة على اللوح الشمسي قدرة اللوح الشمسي، اللي هي القدرة المنتجة بواسطة هذا اللوح الشمسي، زي ما قلنا في الفيديو السابق البي تمام ماكسيموم. أنا عايز أشوف أقصى قدرة ممكن تتولد أو تطلع من اللوح اللي معايا ده. زي ما شفنا في الداتا شيت تمام، في اللوح الشمسي بيبقى مكتوب الباور ماكسيموم. طبعا لازم حضراتكم تبقوا عارفين إن الرقم اللي بيبقى مكتوب الباور ماكسيموم ده بيبقى زي مكتوب على اللوح الشمسي ان اللوح ده 245 واط. طبعا لما بيطلع من المصنع بيصنع الالواح دي، بيصنع منها الاف من الالواح. هل حضرتك تعتقد ان كل الالواح اللي هتطلع من المصنع هتطلع قيمة الباور المفروض اللي اقدر استفيد بيها من هذا اللوح الشمسي ب 245 واط؟ طبعا في التصنيع بيبقى في حاجة بنسميها دقة التصنيع او سماحية التصنيع اللي هي بنقول عليها التوليرانس. طيب البرودكشن باور تمام، الباور اللي هتطلع او اللي هتنتج من هذا اللوح ليها التوليرانس. فانا لو عندي لوح مثلا في المصنع 245 واط، بيبقى مكتوب على اللوح الشمسي السماحية، بيبقى مكتوب السماحية يا اما بالوات. يعني انا مثلا اللوح الشمسي هبقى مكتوب عندي بوزيتيف ونيجاتيف 5 واط، ده معناه ان القدرة اللي ممكن اطلعها من اللوح الشمسي ممكن تزيد او تقل بنسبة 5 واط. يعني اللوح ده يقدر يديني من 240 تمام الى 250. انا لو خدت ال 245 طرحت منها 5 هيبقى 240، زودت عليها 5 واط يبقى 250. يبقى اللوح اللي هيطلع من المصنع، المصنع بيقول لي ان اللوح ده يقدر ينتج من 240 الى 250 واط، او بيكتب لي ان اللوح بيطلع 245 واط والتوليرانس او السماحية بوزيتيف ونيجاتيف 5 واط. طبعا في شركات بتكتب السماحية دي كنسبة في المية. يعني انا مثلا بيقول لي لو انا عندي في لوح 170 واط، يقول لي والله اللوح ده في توليرانس تمام بوزيتيف ونيجاتيف 3%. يعني انا هاخد ال 170 واحسب ال 3% من قيمة ال 170 هيطلع كام واط تمام، وهيبقى انا بتحرك بين بوزيتيف ونيجاتيف ال 3% من قيمة اللوح. طب انا لو عندي لوح 340 وعندي السماحية سي مثلا 3% او 4%، يبقى انا هاخد ال 340 واضربها في 4 على 100 ويبقى الرقم ده بوزيتيف ونيجاتيف. يبقى احنا في الفيديو ده بدأنا نقول من احد الحاجات المهمة جدا في الالواح، ان انت وبتشتري اللوح لازم تبص على القدرة المنتجة من هذا اللوح، ولازم تاخد بالك من قيمة التوليرانس. يبقى اللوح اللي مكتوب عليه 250 واط بنسبة سماحية 5%، لازم تبقى عارف ان المصنع اثناء التصنيع بيحصل بعض الاخطاء، ما بيطلعش اللوح تيبيكال بيطلع 250، ولكن اللوح ده بديله في البرودكشن سماحية من 5% بوزيتيف الى 5% نيجاتيف. يبقى تاني الفيديو ده مهم جدا للناس، لازم تاخد بالك انت وبتشتري اللوح الشمسي، رقم واحد القدرة المنتجة من هذا اللوح الشمسي اللي هي الباور ماكسيمم. طبعا الباور ماكسيمم دي تاخد على طول بالك من قصة التوليرانس او الدقة او السماحية الخاصة بهذا اللوح. طبعا عايزين نشوف بعض الموديلز اللي مكتوب عليها قيم توليرانس زي ما احنا شايفين كده في الصورة. لو انا عندي لوح 170 ومكتوب على التوليرانس بوزيتيف ونيجاتيف 3%، في لوح تاني 250 واط وبيبقى مكتوب عليه نسبة التوليرانس او 300 واط او وات ايفر، المهم تاخد بالك ان البوزيتيف والنيجاتيف دي بتبقى مكتوبة قدام كلمة توليرانس اللي هي الدقة او السماحية الخاصة بتصنيع اللوح. خلي بالك في بعض الشركات ما بتكتبش بوزيتيف ونيجاتيف كذا في المية، في شركات بتكتب بوزيتيف بس. ده معناه ان الشركة بتضمن لك ان القدرة اللي هتنتج من هذا اللوح
لا تقل عن القيمة الاسمية او القيمة الخاصة بالباور المكتوبة على اللوح. يعني انا لو عندي لوح 170 وكاتب لي بوزيتيف 3% بس، الشركة بتضمن لي ان اللوح ده هينتج 170 على الاقل، او بينتج 170 الى بوزيتيف 3% من قيمة ال 170. يبقى انت تخلي بالك ان التوليرانس ممكن تبقى مكتوبة بالوات، ممكن تبقى مكتوبة بوزيتيف ونيجاتيف. بعض الشركات بتكتب بوزيتيف بس لانها بتضمن اللوح تمام اللي بتصنعه ان القيمة الاسمية للباور او الباور ماكسيمم اللي هتطلع من اللوح مش هتقل عن القيمة اللي هو كاتبها لك على اللوح. طبعا القيمة الخاصة بالباور بتبقى مكتوبة على الليبل الخاص باللوح، وكل الداتا اللي انت هتحلم بيها اللي بتديلك مواصفات اللوح موجودة في الداتا شيت الخاص باللوح الشمسي. وان شاء الله اشوفكم في باقي سلسلة الطاقة الشمسية، هنتكلم عن بارامترز كتيرة جدا في الواح الشمسية. استنوني في الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى، هنتكلم بالتفصيل عن كل ما يخص الألواح الشمسية، هنتكلم عن الانفرترز، هنتكلم عن البطاريات، هنتكلم على أنظمة التوصيل في الطاقة الشمسية. إن شاء الله السلسلة دي هتبقى مستمرة معانا، كورس كامل عن تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وبإذن الله الكورس هيكون في أبسط المستويات، بتكلم مع المهندس اللي هو فاهم تكنيكال، بتكلم مع الفني اللي عايز يتعلم عملية التركيب والصيانة والإصلاح في النظام، بتكلم مع أي حد من بره المجال وعايز يدخل في مجال الطاقة الشمسية. إن شاء الله الكورس هيكون بيناسب كل المستويات، حتى بإذن الله الناس المتخصصين في البحث العلمي ودكاترة الجامعة هيستفيدوا جدا من الكورس. فانتظروني في الفيديو القادم، وما تنسوش قبل ما نمشي نعمل لايك وشير للفيديو عشان تعم الفائدة بإذن الله لكل الناس، ولكل الناس بتحب الدخول والتوسع في مجال الطاقة الشمسية. ولازم نبقى احنا عارفين ان المجال ده هو المجال اللي جاي، هو المجال الخاص بالمستقبل. وان شاء الله تعالى هيبقى لينا فيديوهات كاملة عن ازاي نستفيد بدراسة هذا العلم ونطبقه عملي ونظري، وازاي كمان نبدأ نعمل فولت دايجنوزيس او تشخيص اعطال. عشان ان شاء الله بوعدكم في الكورس ده هندي صيانة أنظمة الطاقة الشمسية. انتظروني في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.